تطبيق انا شفت فيه. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في الافتتاح المباشر مباشره من نواحي مراكش وبالضبط بجماعه السيد عبد الله غيات. حنا تنتواجدوا مع السيد هذا صاحب محل تجاري. السيد هذا اللي تفاجئ في الكاميرا تشوف بان واحد جوج عيالات تيجيو تبداو ترشوا ليه باب الحانوت، كذلك الناس راه الجيران ديالهم، وكذلك الكاميو ديالو تا هو تيرشوا بالشعواده واحد شي اشياء ديال الشعواده. هاد التفاصيل هادو راه تنعرفوهم مع هاد السيد هذا. الشريف السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شريف اودينا بالضبط اش وقع اخويا؟ السلام عليكم. بعدا قلت لك نهار الجمعه البارح قربت الجمعه قربت الجمعه وبديت نسد في الكراج هادي وبديت تنسد في الكراجات وواحد السيد سبحان الله العظيم وقت ما سميتو درت هكا ولا هكا يبان ليا شكيت فيه. قلت اودي هذا السيد هذا وقيلا في راسو شي حاجه بغا يزيد شي حاجه. المهم مشينا للجامع صلينا رجعنا بحالنا وقعدت واحد شويه قلت بلادي الله حتى شوف هذا الدري هذا حيت بيني وبينو شي حاجه. واحد السيد هنا جاري بيني وبينو حساب مداهيني دابا عند المخزن. قلت بلادي نشوف ياك معز ليا شي حاجه ولا شي حاجه. وهي هذيك تنتفاجئ انا لقيت واحد جوج عيالات جايين ما تنعرفهمش خارجين من الدوار من جهه الجامع. جوج عيالات هذا ما عرفتهمش نهائيا. ايوا قلت انا يبغى يشرب هو قيله ونقلب انا على الدري ما لقيتوش. ايوا هي هذيك نعم اسيدي تتبان لي انا السيده تعطلات وهاد السيده هذه وانا رجعت ليها وانا نلقاها وحده هزات شي حاجه من سروالها جبداتو واحد الكموسه لاحت عليا فوق الزيري ما فين تاقعد الدري عندي بعدا اصلا كي تاوقف في موتور والتريبورتور وتاقعد تم دابا راه حرموه ليا واحد جوج سيمانات غادي يمشى مشى كاع بو حماق الله يحفظ يعاوننا بشويه ديال التقوى والصلاه والقران وسميتو. يلا خدمي البارح راه دارو ثاني هذيك الفعله. يلا البارح اللي خدم جوج سيمانات هذه هو كاع يا هذيك اسيدي وتفاجات بالكميه حتى هو بدا يلصقوا في هذاك الشيء وكبوا عليه حتى هو هذاك موسى ولا الفيديوهات راه عندي الفيديوهات وتفاجات بهذا عندي ثلاثه الكراجات كلهم تكب فيهم هذاك الشيء كل كراج بكم موسى وعندي الفيديوهات ديالهم وتبعت هذوك البنات ما عرفتهمش مشاو لهذا تبعتهم حتى للبلاكات ديال الطوبيس وشيروا الطاكسي وركبوا الله اعلم فين وهذوك ماشي من هنا الله اعلم. يعني انت شكيتي فيهم دابا شكيت انا تنقلب على السيد تلقيت العيالات فعلا واترني وقيلا هو الله تعالى اعلم اذا يتسناني انت بغيت نمشي باش يعيد عليهم يجيو يديروا هذه الفعله هذه 100% 100% ما شاء الله وصافي لانه با البارح بدا في العشيه مع ديك جوار العصر بخر ليا بشي حاجه خايبه انا الله يحفظ. الانسان عنده قهوه وتاكلوا عنده الناس وتيشربوا معاه وسميتو خصو يبيع شي حاجه الماكله بعدا تكون نقيه ماشي يبيع صاحبي بحال هذاك الشيء خانز واحد الريحه خانزه حتى يقول لي الناس حيد من هنا. يا ودات هذاك الشك خلاك تقلب الكاميرا وهي هذاك الشك ما ترجعش انا للكاميرا شحال قدني لو بغيت نبدا نرجع للكاميرا بزاف ما شاء الله. ما رجعنا من الجمعه هذيك جوج ونص وقيله جوج ونص ثلاثه وقيله رجعت للكاميرا ايوا هذوك ما شاء الله وصافي. قلت لك لقيت هذوك العيالات وحده لاحت لي شي حاجه واحد الكموسة فوق الزليمه فين تقعد الدري عندي الا رجع الا خوا شي حاجه عند خدام هو التريبورتور واصلا هو بعدا داروا ليه شي حاجه هو والشيفور راه مشاو ضرهم راسهم ودا تقيه وهنا سميتو مراض مشاو راه قعدوا جوج سيمانات. ايوا الدري تنقراو عليه القران وسميتو يلا خدم البارح ثاني يلا خدم ثاني البارح يبان لهم هنا وهما يعاودوا ثاني الفعله. قلت لك والكاميو كاع رشوه ليا عندي الفيديوهات اللي تثبتوا هذا الشيء الكراجات كل كراج بكم موسى وهذا الشيء نعم سيدي تنطلب من السلطات
باش يتدخلوا ويجبدوا هاد العيالات هادو، هاد جوج بنات يتجبدوا وتجبد داك اللي تيمولهم، لانه هاد البنات ما تنعرفهمش، ما بيني وبينهمش نهائيا. وبيدهم يتجبدوا. كما عندهم شي عداوه؟ لا لا ما تنعرفهم كاع، ما عنديش انا العداوه من غير هاد السيد هذا اللي حدايا، وواحد السيد انا لتحت كنا تفرقنا انا وياه بيناتنا المحل، هو مول السيد مول المحل هو المحل ديالو. هادشي دابا علاش؟ على حساب المحل، ولكن مول المحل راه هو المحل ديالو، واش نديرو ليه؟ نقول له عليه راه ما يمكنش، انا اللي خديت المحل من النهار الاول، والسيد قال لي ودي المحل راه بغيتو. قلت للسيد حيد، راه حنا ولاد العمام وعائله وما شاء الله وصافي. وا الا جينا دابا للتاريخ واه ليه كان فيه الوليد في 86، ولكن دوزنا واحد 4 سنين ولا 5 سنين خرجنا، رجع ثاني انا في 2015. ايوا خدمنا واحد العام ولا 3 سنين، دخل معايا هذاك ولد العام. ايوا كلنا داك الشيء اللي قسم الله السيد بوا المحل ديالو، خرج حتى هو بولادو راه دار خدم، حتى هو ولادو دار المحل هنا خدام، ولكن ما خلاوش الله تعالى اعلم الاخرين، بدا يدفع ولاو دايرين ليا المشاكل في هذا في الجماعه، الجماعه ممنوعه انا نشد شي ورقه من تم، انا وليت خصني تا يسافروا هما عاد نمشي انا نشد سميتو نشد شي ورقه الا خاصني، دايرين نفوذ عند الجندار، دايرين فين ما مشيت تلقاهم دايرين نفوذ، ولا معهم حتى المرشح تنطيحوا نوضو تترشحنا عليه، والله ضدنا شديت انا الرخصه، مشى قال لك هو دايغوت تما في وسط الجماعه، قال لك بغا يقلعها عليا، علاش؟ واش انت طلعتي خصك تخدم المواطن؟ هما صوتنا ليهم باش يخدموا المواطن، هما مشاو وقال لك تقعدوا في القهوه وتاكلوا وتشربوا، واش انت ما عمرك كرتي وما عمرك شربتي يا صاحبي؟ مقابل هي الطواجن، ودير شي حاجه اللي تنفع عباد الله يا صاحبي، الناس هي قاعده، دير الحل، ما كديديش دير الحل، حيد اخويا الوحدين الاخرين يخدموا. الله الا هاد الناس الا ما الله الا مكلخين على رقبة، راه تيقولوا قاري والله ما قاريين شي حاجه، والو مساكن هي ما شاء الله وصافي. عندهم واحد 4 دريال، قال لك واحد السيد في المثل الا تلقاو الفلوس مع الجاهل، مع واحد جاهل تدوق على الكارثه مصيبه صافي، الناس ما قارين هي تيدفعوا صافي، تيفرقوا في 4000 حتى تيطلعوا، ملي تيطلعوا تيجمعوا داك الشيء اللي كاين في الجماعه، المشاريع اللي فيها تيدوها بعدا تيخدموها هما راسهم، مسيطرين على الجماعه، مسيطرين على الدارك، مسيطرين فين ما كان شي حاجه الله يجعل السلامه. يعني كما تنشاهدوا بزاف وحشومه كاع هادي، الانسان خصو يتقدم شي شويه، خص الانسان خص الدوله تزيد له قدام، ماشي الناس يقابلوا التعويد ويقابلوا الكذوب والتخربيق، خص الناس يقلبوا على الخدمه على ما يدير المواطن، يتحرك ويخدم ويربيوا الناس على الصلاه والطاعه، ماشي نبداو حنا حتى نديروا المشاكل ونديروا المشاكل للدوله ونديروا المشاكل للجندارم، دعي هذا زيد هذاك الشيء، يلا هضره خاويه وشي حاجه ناقصه ما نفعنا بوالو نهائيا، خصنا نزيدوا شويه القدام، لانه الدوله غاديه في التقدم ماشي. واش دابا شفتي الفيديو اش بان لك بالضبط؟ اخويا بان لي العجب، انا كون قال لي شي واحد هذا الشيء ما المشاهدين علاش لهم كيف علاش بان لك؟ دابا المشاهدين خصنا نحطوا لهم الفيديو باش يشوفوه، لانه هذا الشيء ما شاء الله وصافي. انا الناس هنا ملي شافوا الفيديو، الناس هنا ملي شافوا الفيديو راه طاح لهم العجب، عيالات جايين وطيرشوا وجايبين لكم مامس وتيخويهم في جنب المحل وتيدرقوا، وعاودهم حتى انا جايب الكاميو حتى انا بغيت نحطوه في الظل وترني غير عاودهم ضرقتهم من يد مساخي ما شاء الله وصافي. انا حطيت روبيني على برا زعما اللي بغى يشرب يشرب، ما تنسدوش لا بالليل ولا بالنهار، من النهار دخلت لما انا راه جاي 8 سنين هذه ولا 9 سنين، ولكن اللي بغى يشرب ويزيد في حالته، ماشي هي دايره بسبب اللي بغى يشرب وقاعده وتهضرش ليا حشومه، هذا الشيء عيب ومرض ليا الدري، انا دابا الدري والله الا مرض ليا، ما باقي بغى يخدم ليا خفتي الله يطلع ولا يهود، شاد ليا الخاطر بزاف. وكان دايح والخدام الشيفور راه مشى جبنا ثاني الشيفور هي واحد 4 ايام هذه، اي والله بدا يتقيا وبدا يتقلبوا على راسهم ما شاء الله وصافي، شي حاجه واحد الدائره ما شاء الله وصافي، واحد السيد هنا في جنبنا يلا ما شاء الله وصافي، والله العظيم لا دين لا ملا له ما شاء الله وصافي، والانسان جا من الحاج جا من ما شاء الله وصافي، لا حول ولا قوة الا بالله. شنو تقول لهاد الناس اللي كانوا تيشوفوا ورا دابا هما اللي بغا يحكموا، الناس اللي غادي تحكم على بحال هاد الشيء، هاد الظاهره كثرات بزاف، ولاو الناس تعطاو غير التخربيق، والله الا تعطاو غير التخربيق، لانه الانسان يتبع الصح. يعني حرام هاد الشيء، حرام ما غادي يقبلوا ربي ولا العبد، وما شاء الله وصافي والله ما عطيناش باقي بغيت نقول والله العظيم، لانه الانسان عنده مسؤوليه، عنده الكلى، عنده الحساس، عنده الشيفور، عنده الدراري خصو يسير عليهم ومقابلينكم هما بالمشاكل.
والله العظيم الحديد ديالنا منين ما مسكين كما قلت عنده وليدات هو مسكين تصاب واللي جات قراو عليه وايه والله العظيم والحديد ديالنا يريد يتحرك في الكودرون خدام مسكين اش خدام خدام دا يتقيا مسكين ودا يتقلع على راسه وقال لك اودي انا مريض راه واقيلا فيا الطانسيون اودي الله يهديك قلت له راه هي شي حاجه راه انا قلت له الا ما تصلي وتكون مستقيم هنا لانه هذاك الشيء اللي تلقى انا هنا من بكري من النهار جيت هنا ما شاء الله وصافي لقيت الزلاف جداد لقيت الكيسان جداد ما خليت ما لقيت يعني هادشي مراه هادشي باش ما شاء الله الناس ما قارينش ما عارفينش ما عارفين كاع بينهم وبين الله ودا يقعد قال لك تلقيت الصلاه ويمشي للجامع اش هو دير في الجامع عطيو غير الناس اتساع كاع لا تصلي عطيه غير الناس اتساع كاع لا تصلي دابا راه مشاو مساكن تيضربوا في المخزن تا ما سوقلو يخرجوا مني من هنا ما سوقلو يقلعوا لي الترخيص ما سوقلو والو عرجوا للتشعويذ داكشي ديال العيال فين باقي بغا يوخروها الله تعالى واش نبداو نتقاتلوا في الشارع ما عرف الله تعالى الله اللي كتبها لنا سيدي ربي غنفذوها ما خايف من توا السلطه الناس مسؤولين واش حاولتي تدير شي شكايه ما درنا شكايه راه السيد هذا دابا داك النهار صيفط لي الدري عنده وقال لي انا قاعد انا تنتغدى انا والدراري عندي حتى دخل عليا واش دي شي بس ما كان قال لك شي غنجي غدا قلنا ليه ما كاينش قال لي كاع صيفطني با قال لي نقتلك قلت ليه علاش قال لي راه دعينا فين عمرني انا قاعد عيد فين عمرنا قاعد عيد شي واحد وخرج بغيت نشارجي واحد ربعه الزليمات هنا اللور من ورا المحل ولقيتو سلخ ليا الوالده عندي الفيديو حطيتو ليهم تما في الجندر حطيتو ليهم باقي العيد واحد السيمانه والله الا باقي دروك مازال ما ردو عليا قلت ما عيطت عليهم تنقول لك اودي راه مازال راه بلاتي راه كذا كاين نفوذ هنا كاين نفوذ بزاف كاين نفوذ خصو الروطه تزير 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 بزاف تزيد تزير لانه كثروا عندنا صحاب الشكاره بزاف والله العظيم كل واحد يشد حقه الناس سواسيه بحالي بحال هذا بحال هذا بحال هذا في القانون بعدا تدخل عند الجندار تلقى واحد مسيطر عليه دخلتي على القراويه تلقى واحد مسيطر عليه الا ما خصش هذا الشيء يكون القياده هو كذلك تيضل عندي انا القياده ودير عندي انا الترخيص ديالي راه هو الا شدت الكاميرا عندي الترخيص ديالي عندي البوطون ديالي عندي لا سينيسيس عندي الورقه ديال الضريبه مخلص الضرائب كلهم نهائيا وتيضل عندي وايه وهذا تقول غير سعداد القايد ولا هذاك سعداد الخليفه عطيني شي ورقه باش تلقى نلقى باش ندوي يقول لك لا غاتهز انت تخوي انت ما عندك كاع الحق في هذا المحل تقعد فيه هذا المحل قال لك يلاه تبنى اودي هذا المحل راه تبنى قبل ما يكون الكودرون 1976 سعاده الخليفه مازال كاع ما تزدتي انت تعطي هذه الورقه يقول لك لا راه بحر وبحر وما عطاني اتساع يبزز يبزز تدخل الناس والله العظيم الا هذا الشيء اللي كان في هذا عبد الله غياد كان الضغط بزاف وما شاء الله وشكرا اسمح لنا الله يجزيكم بخير كما شفتوا تتبعين هذا الناس السيد بغا غير يقعد تما حلو يبيع ويشري حتى هو ويترزق الله ما خلاوش يترزق الله بحالو بحال الناس وكما تشاهدوا بان الناس خدامين عنده حتى هما مساكن مياومين تيخدموا معاه تصابوا حتى هما عن طريق هاد الشعوذه هذا هاد الشعوذه هذه وهاد الناس هادو الله يعزيهم وتيقول لهم مثلا اللي ما تيخافش الله خاف منه اللي ما تيخافش الله خاف منه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نتمنوا من الناس هذو يهديهم الله باش ما باقيش يأذيو الناس إلى هنا متتبعينا نلقاكم في وقت مباشر آخر دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء